باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق، وبالتأنيث والجمع أثقلا، ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. شفا لم تضق نفسا بها رمد واضل، سوى كان ذا حسن سآمنه قد جلا. إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب، وما ليس مجزوما ولا متثقلا. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا. خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبله قبلا. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. وعند سبيل شين ذي العرش مدغم، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. وفي زوجت سين النفوس ومدغم، له الرأس شيبا باختلاف توصلا. وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا، ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا. فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل، وكل آت ذا الولتأت طائفة على. وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه، والكسر الإدغام سهلا. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. وفي اللام راء وهي في الراء وأظهرا، إذا انفتحا بعد المسكن منزلا. سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. وفي من يشاء ما يعذب حيثما أتى مدغما
ثدل الأصول لتأصلا، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا، وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا.